السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أشكر قناة الهضاب على هذه الاستضافة، وأشكر كذلك مشاهدي الكرام قناة الهضاب على هذه متابعتها إن شاء الله. واليوم إن شاء الله ارتأينا أننا ندير موضوع وجد هام، وهذا الموضوع أنه يقيس هذا المرض، الموضوع يقيس شريحة بزاف من المجتمع خاصة الجزائري لنا، ويقيس بوكوبليس النساء على الرجال. وهذا الموضوع وهو تآكل الغضروف، يعني بالعربي نسميه تاكل الغضروف، وبالفرنسي نسميه نارتروز. نسكر دوكا كي نقولوا قدام على بالهم شي للمرض هذا. وهذا باش نعرفوا قبل ما ندخلوا في الموضوع، نعرفوا المرض هذا هو تاكل الغضروف. وشنو تاكل الغضروف؟ هو الغضروف يتكل بالدارجه، وبالفرنسي نسميه لارتروز. يعني باش نديروا كيما نقولوا تعريف شامل هكذا. وقبل ما ندخلوا ثاني في الموضوع، نعرفوا شنو الغضروف. الغضروف هذا نلقاوه في المفاصل، في جميع المفاصل، نلقاوه في المفصل تاع اليد، نلقاوه في الاصابع، نلقاوه في الركبه، نلقاوه في الهونش، نلقاوه في العمود الفقري. يعني الغضروف هذا ربي سبحانه دار الغضروف هذا للفوق تاعو بزاف، هو امتصاص الصدمات. يعني الغضروف يكون بين عظم وعظم باش ما يصراش الاحتكاك. كي يصرى هذا التآكل هذا، يولي العظم يقيس في خوه، كي يقيس في خوه تولي الموضوع نسميه هو تآكل الغضروف. ومن وكيف نعرفوا باللي المريض كي جينا، كيف نعرفوا باللي عنده تآكل الغضروف؟ هو كيما نقولوا نعيطوا للميسين كلينيك، يعني المرض كيفاه المريض كي يجي للطبيب، علاه يجي على صفه انه عندو سطر، عنده لادولار. هذه الاولى، الحاجه الاولى تاكل الغضروف. واش نلقاو عنده؟ نلقاو عنده لا دولار، عنده السطر. يجي للطبيب يقول له الطبيب عندي لا دولار. وين؟ نلقاوها في الركبه تاعو ولا في المفصل تاعو. هذه السطر هو اللي يجيب، يعني اي مريض ما يجيش للطبيب غير عنده لا دولار. هذه بالحكم التجربه تاعنا. حاجه ثانيه، واش نلقاو الاعراض تاع تاكل الغضروف؟ هو كيما نقول الاحمرار، تلقى الركبه تاعو حمراء، تلقى منتفخه. هذا العرض للسن دوزيام سن، يعني المرض واش يبان بين في الاحتكاك هذا. حاجه ثالثه واش نزيد نلقاو في الاعراض تاع تاكل الغضروف، هو الانسان يولي ما يقدرش يمشي. هذه وحده يقول لك الطبيب انا ما نقدرش نمشي، انا ما نقدرش نطلع لي زيسكالي، ما نقدرش نصلي، نجي نسيتي السطر وكرايه. هذو لي سن تاع الاعراض تاكل الغضروف. الحاجه الرابعه خلاص هي واش يزيد يصرى المريض كي ما يداويش يولي كيما نقولوا بالدرجه يحكم البلاصه، يولي ما يقدرش يمشي، خاصه العجايز تلقاها تقول لك الطبيب اقسم بالله ما نقدر نطلع، ما نقدرش نقعمز، ما نقدر ندير والو. هذو الاعراض، هذو اللي بصفه عامه هي لا دولار، يعني الوجع، السطر، الاحمرار في الركبه. مثلا نقولوا نهضروا على الارتروز في الركبه، نلقاو عنده الاحمرار في الركبه، نلقاو الركبه تاعو منتفخه. سين العرض الثالث واش نلقاو؟ نلقاو الانسان ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يطلع لي زيسكالي، وكي يزيد يتطور عليه المرض يولي يحكم البلاصه، يقول لك الطبيب والله ما نقدر نمشي. هادو الاعراض هادو يولي يوديو الانسان يروح يشوف الطبيب تاعو. حنا كي جينا المريض واش نديرو حنا لهنا بالحكم تاعنا كاطباء جراحين في جراحة العظام؟ نديروا الفحص للمريض، نشوفوا له الرجله تاعو واش نلقاو. كي نشوفوا نديروا الاكزامان تاعو، نلقاو عنده لا دولير، نقول له طبق رجلك، يقول كوب والله ما نقدر نطبقها. السطر، نزيدوا نلقاو وقتها نلقاو الرجل تاعو منفوخه بزاف، نزيد نقول له امشي، يقول لك طبيب والله ما نقدر نمشي. لهنا واش نديروا؟ الحاجه الاولى خلاص نديروا راديو، خاصه الراديو نيميريك. الراديو نيميريك لهنا يبين لنا، نديروا الانسان هذا نديروا له كشف بالاشعه الرقميه، يعني راديو نيميريك. واش نلقاو؟ نلقاو الغضروف بدا يتكلم. واش نديرو حنا؟ نديرو لهم كراسي فيهم، كيما نقولو كي يشوفوا الراديو هكذا. دوك من بعد نحكي لكم على الراديو كيفاه. نلقاو الراديو، واش نلقاو؟ نلقاو المرحله الاولى، مرحله ثانيه، مرحله ثالثه، مرحله رابعه. كي نديرو الراديو هكذا نلقاو التاكل جزئي قليل خلاص. هذا الانسان راه في المرحله الاولى، المرحله الاولى نلقاو يتقاس شويه، نقولو له انسان مريض، نقولو راك في المرحله الاولى. وفي المرحله الاولى نلقاو عنده السطر شويه خفيف برك. المرحله الثانيه كي الانسان ما يداويش روحه راهو يطلع في المرحله الثانيه. كيف المرحله الاولى راهو خلى روحه طلع المرحله الثانيه. المرحله الثانيه يكون تاكل الغضروف دقاس شويه، بصح تحت 50%، الركبه تاعو مثلا الركبه تاعو القرقش دقاس تحت 50%. لهنا واش نلقاو؟ الاعراض نلقاو عنده السطر، ولهنا نلقاو عنده اسمه الركبه تاعو نفخت وحمارت، وعاد ديفوا عاد ما يقدرش يمشي. صح، راهو في المرحله الثانيه.
المرحلة الثالثة لأن كنديروا الراديو، هذا هو المشكل الكبير، كنديروا الراديو نلقاو التآكل تاعو 100%، نقول نقول نشرح له مرة لا الإنسان هذا كان مستهزي في روحه، كان في المرحلة الأولى ما داوش روحه، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، واللي تآكل مرة القرقوش هذاك تكلم مرة خاصة في الركبة تاعو، واللي العار تاعو سين كلينيك واش نلقاو؟ نلقاو عنده السطر، نلقاو عنده النفخ في الركبة تاعو، ومشكل كبير كبير كبير، ما يقدرش يوقف، ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يطابس، ما يقدرش يصلي، راه في المرحلة الثالثة. أما المرحلة الرابعة هي الكارثة، المرحلة الرابعة هذه خلاص تلقى التآكل 100%، وتلقى الرجل تاعو بدا تعوى شوية، لهنا مشكل كبير. يعني هذه بخلاص القول هذو الارتروز باش اي انسان يقدر، هنا رانا حنا نفسروا المرض هذا باش اي انسان ولا اي مريض يعرف واش من المرحله تاعو، اسكو راه في المرحله الاولى ورا المرحله الثانيه ولا المرحله الثالثه ولا المرحله الرابعه. المرحله الاولى نعاودوها، المرحله الاولى واش نلقاو تاكل جزء خفيف، نلقاو خفيف برك، انا بالراديو نلقاو خفيف، العار تاعو واش نلقاو عنده سطر شويه برك. المرحلة الثانية نلقاو تأكل زاد شوية بصح تحت 50%، بصح واش نلقاو السين كلينيك تاعو العرا تاعو نلقاو عنده السطر بصح لأن ركبته بدات تنتفخ. المرحلة الثالثة مشكل شوية، التأكل ديباسا 50%، اسمو الركبة تاعو تنفخت، الركبة تاعو بعد ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يقعد، لهنا في المرحلة الثالثة. أما المرحلة الرابعة كارثة، المرحلة الرابعة أن السطر كل السطر النفخ ما يقدرش يمشي، كل شغل اونديكاب. واش كي نديروا راديو نيميريك نلقاو رجلو تكلت مره، القرقش هذاك تكل مره، والرجل تاعو عوجت. لهنا هذا هو سينتابيلا، المرحله الرابعه الخطيره. دوكا ندخلوا الاسباب، اسباب التاكل الغضروف، يعني هذو الاسباب، ويعني اللي حبذا ان المريض ولا المريضه يهز ورقه وسيلو ويكتب الاسباب باش ما يطيحش في البياس تاع التاكل الغضروف. تركش تاكل الغضروف راهو جماعه ماشي يقتل ولا بصح راهو شغل يمرض صامت، شغل ما يخليكش تمشي، تقدركم ما داويش روحك تروح للعمليه الجراحيه ومن بعد نحكيو عليها. من اسباب التاكل الغضروف هو السبب الاول هو تقدم السن، يعني اي انسان يكبر في العمر لازم يشوف الطبيب تاعو، يلحق ربعي 50 60 تلقى يبدا يتاكل الغضروف تاعو، لا يتاكل الغضروف تاعو، الغضروف هذاك يبدا كيما نقولوا يكبر في العمر، يولي يبدا يتاكله، هذا السبب الاول. السبب الثاني هما الاصابات المتكرره، اي انسان يطيح على ركبته لازم يداوي ركبته، لا خطرش القرقس ولا الغضروف هذاك يقدر يتجرح، كي تجرح والانسان هذا ما يخلي الغضروف تاعو ما يداويش ما يروحش للطبيب، الغضروف هذاك يتاكل واللي يمشي التاكل هذاك واللي في المرحله الاولى الثانيه حتى يلحق على الثالثه. والاصابات المتكرره نلقاو بوكو بليس عندي جوار، تلقى لي جوار يطيح يستهزأ في روحه ويخلي روحه يدير لي كالمو يدير لي كالمو يدير لي كالمو، مع الوقت عام عامين ثلاثه اربعه خمسه يولي يخش في الارتروز، يخش في التاكل الغضروف ويولي يجري العمر. الاسباب الثالث هو الامراض المعديه كما نقولوا الزانفيكسيون ميكروب، مثلا واحد يطاح على الركبه تاعو وتجرح مثلا هكذا لازم يداوي روحو، خطرش ليه الميكروب يقدر يكون له القرقش هذاك ويقدر يولي كيما نقولوا عنده المرض تاكل الغضروف. لله احنا نزيدو نهضروا بين قوسين الغضروف، هذا احنا بالنسبه لنا كاطباء هو شغل الذهب، القرقش هذاك خلقه ربي راهو عزيز على الانسان وعزيز بزاف، لازم نستحفظوا من الغضروف. السبب الرابع نقدر نقولوا الروماتيزم، المريض اللي عنده روماتيزم لازم يداوي روحه، عنده روماتيزم في الدم والله لازم ما يخليش روحه، خاطرش الروماتيزم هذيك راهي تاكل السموك، تاكل القرقش هذاك ويدخل في المشكل تاع تاكل الغضروف. الاسباب هم اسباب كثيره، السبب الخامس هو نلقاو عند الجماعه اللي يخدموا كيما نقولوا هنا يخدموا الخدمه دير كيما لي ماسون، الجماعه اللي تخدم الكارلاج هذوك، لا خاطرش يتركز على الركبه تاعو بزاف، راهو يتركز عليها ولي بريسيون هذوك الضغوطات على الركبه هذوك راهي تمد التاكل الغضروف. السبب السادس ولا السابع وهو السمنه الزائده، ونلقاو عند المراه بزاف، يعني ننصح المريضه اي مريضه عندها الوزن الزائد، هذاك الوزن الزائد هذاك لو بوا الزائد كيأثر على الركبتين وبالتالي يأثر على القرقش ويقدر يدير ضغوطات ويقدر يولي في تأكل الغضروف. يعني هذه حوصلة، هذه الأسباب يعني نجمناه في ستة ولا سبعة أسباب. أما دوكا ندخلوا الفحص، الفحص كما قلنا أي واحد عنده تأكل الغضروف الفحص الأول هو الفحص الطبي، يعني نشوفوا نقوموا نشوفوا المريض، نشوفوا الأعراض اللي قلنا عليها هذيك لا دولار، انتفاخ في الركبه، اسمع عدم المشي ما يقدرش يمشي، ندير له فحوصات ومن بعد طول ندوموندي
الراديو ناظم ما نروحوش سكانير ولا راديو ليرام ولا طول اللي يكشف هو راديو نيميريك. الراديو نيميريك كما كنا نحكيو كي نديرو راديو نيميريك واش نديرو؟ نكلاسيو دائما المرض. حنا في الارتروز دائما نكلاسيو المريض سواء في المرحلة الأولى، أنا كنا نحكيو لها في الارترو في الراديو نلقاو تأكل شوية، نقولوا له يا مريض راك في المرحلة الأولى. كي نلقاو تأكل تحت 50% نقولوا له المريض راك في المرحلة الثانية. كي نشوفوا التاكل ديباسا 50% نقولوا له المريض راك في المرحله الثالثه. كي نشوفوا باللي التاكل 100% قلقوا شتكل مره والرجل تاعو عوجت هكذا راهو في المرحله الرابعه. يعني ولا احنا نهضرنا على 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 المراحل هذو، خطرك هذو المراحل يهمونا في العلاج، يعني العلاج تاع الانسان. وكما قلنا كل مرحله وعندها دواء، خطرك رانا طحنا في واحد البياج في الوقت هكذا. مثلا انسان راهو في المرحله الاولى واش يقول له دير بروتيز ولا عمليه جراحيه ولا، وهي خطا. ولا انسان راه في المرحله الرابعه ويعطيه الدواء ما عنده حتى معنى. احنا كل دوكا كل مرحله عندها العلاج تاعها. دوكا ندخلوا لا بريزون شارج هو العلاج. دوكا رانا عرفنا الاسباب وعرفنا باللي شنو تاكل الغضروف، وعرفنا الاسباب تاع تاكل الغضروف، وعرفنا المراحل تاع تاكل الغضروف هي بلا راديو. دوكا الانسان دوكا مثلا نبداو العلاج تاع المرحله الاولى. كي جينا المريض عنده تاكل الغضروف في مرحله، وجميع كل عندهم اي انسان عنده تاكل الغضروف في المرحله الاولى بالحكم الخدمه تاعو. كي يعود المرحله الاولى واش نديرو؟ نلقاو عنده لا دولار شويه برك، وكي نديرو له راديو نلقاو تاكل تحت 50% قليل. لهنا ما نديروش عمليه ولا هنا واش نديرو؟ نعطيو كيما قولونا دواء خفيف، وننصحوه بالمشي، ننصحوه بالرياضه. لا راهو في المرحله الاولى، راهو مرحله خفيفه خلاص. هنا الانسان اللي يولي يدير المشي، الانسان واش يدير؟ ما يهزش الثقل. انسان مثلا عند المراه عندها البوا خشين نقولوا لها نقصي الميزان تاعك، عند مثلا ماسون نقولوا ما تكثرش القعد على الركبه تاعك تركش ما يفسدوا. هذه في المرحله الاولى. اما المرحله الثانيه انسان واش يجيك بلا دولار واسمه والركبه تاعو منفوخه بزاف. هنا واش لازم نعطيو له الادويه لي اسمه لي كالمو موريزونتي انفلاماتوار ديكلوفينا كلش. واش نزيد نقولوا له؟ نقول له ثاني الوقايه، وقي روحك. نقدروا نديروا له لا كينيزيثيرابي، نقولوا له روح تاهيل الحركي، ونبقاو نسويفيوه. لا نسويفيوه باش ما يطيحناش في المرحله الثالثه ولا المرحله الرابعه، يعني نورمالمون مفهومه. دوكا انسان خلى روحه ما حبش يداوي روحه واستهزى وكيما قلنا هكذا قال لك انا ما نداويش، التاكل هذاك ويمشي. راهو دوكا في المرحله الثالثه. المرحله الثالثه واش نلقاو؟ نديروا راديو واش نلقاو؟ لقاو تاكل غضروف فوق 50%، يعني النص تاع القرقش بزد له. هذه وحده. ولي سين كلينيك واش نلقاو؟ نلقاو السطر، نلقاو اسمو الركبه تاعو منفوخه، ونلقاو مشكل كبير انه ما يقدرش يطابس، ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يطلع لي زيسكالي، ما يقدرش يصلي. هذوما الاعراض اللي يجيبوا للطبيب، هو ما يجيش هو غير عاد السطر واللي يجيبوا. سما راه في المرحله الثالثه. المرحله الثالثه واش نديروا؟ ما نقدرش نعطيو له دواء. لهنا ندخلوا في الجراحه ماشي الكليه هذيك بروتيز، نوليو ندخلوا ندوموندو كيما رانا نديروا العمليه نسميوه حنا بالارتروسكوبي، ولا بالعربي نعيطوا لها المنظار، ولا بالدارجه نسموه الليزر. يعني هي عمليه كيما نقولوا ما نفتحوش ما نحلوش ما نديروش انسيزيون هذيك، ما نحلوش الركبه، نديروا غير ثقبه منا ونخدموا بالارتروسكوبي. هو المنظار كبير نشوفوا واش كاين الداخل، ونعدلوا له بالشيفر هذاك، نعدلوا له الارتروز هذيك الكركش هذيك اللي تكن نعدلوه كيما شغل السنه درسها اللي عاد فيها السوسه هكذا ما نحيوهاش. تسمى نعدلوا الارتروز هذيك بالشيفر، نعدلوها نصبطوها كيما نقولوا بالدارجه هكذا باش الانسان يفهمني، نصبطوها باش نحلوا السطر. اما المرحله الرابعه وهي المرحله الخطيره، لهنا ما عندنا ما نرقعوا الارتروز 100% الكركش راه كلش، بصح رجلو عوجه يخطر السطر كلي. لهنا واش ني؟ لهنا ما يفيد ني دواء، ما يفيد ني تاهيل حركي، ما يفيدش الارتروسكوبي ولا كيما نسميوها العمليه بالمنظار. لهنا لازم نركبوا له كيما نقولوا هنا ركبه، نعيطوا لها بروتيز توتال دو جونو. هذه الوعره شويه، لا وعره على المريض، لا وعره على المريض انها مكلفه، يعني تلحق حتى 50-55 مليون بزاف. لهنا واش نقولوا للمريض؟ نقول والله ما تقدر دير الدواء، ما تقدرش دير التاهيل الحركي، ما تقدر دير والو، راك في المرحله الرابعه، لانك انت اللي درت المشكل عمرك، لانك كنت في ستار في المرحله الاولى ما داويتش روحك، طلعت المرحله الثانيه ما داويتش روحك، طلعت المرحله الثالثه ما داويتش روحك، خليت روحك في المرحله الرابعه. المرحله الرابعه كما السوسه دي سوست مره، خلاص تقدر تقلعها، ما تقدر دير لها والو، تولي تركب درسه واحده اخرى. هكذا
وصل للمرحله الرابعه في الارتروز ان كان لازم لك بروتيز. هذه البروتيز هما التقنيات الجدد رانا نديروا فيهم لهنا الحمد لله. الركبه لازم نركبوا كيما نقولوا بالعربيه نركبوا ركبه. هذه لابروتيز باش يكون في علم المريض انها اي امبورتي ميش نجيبوا حنا بكري كنا نخدموا بروتيز صنع فرنسي دوكا من بعد ولينا نخدموا بروتيز صنع امريكي ودوكا نخدموا بروتيز صنع الماني. هذه لابروتيز ويعيش بها حتى يموت. هذه لابروتيز دخلوه للبلوك يدير العمليه اي 48 ساعه كما نقولوا يولي يمشي ما عنده حتى اشكال. تنحلوا لا دولار هذيك تنحلوا يعود يمشي يقدر يصبغ الوضوء يقدر يصلي يولي ميكوش الدواء يعني راهو اسمه حاله طبيعيه جد طبيعيه يعني. وشنو هي دوكا كاين واحد الاشكال اللي راهو صاري دوكا انه بعض الاطباء دوكا في المرحله الاولى يقول له ندير لك لابروتيز هي خاطئه. هي دوكا حنا نعرفوا هكذا لازم اي مريض يعرف كيعود عند طبيب يعرف اسم المرحله. لعاد المرحله الاولى لازم يداوي روحه بالمرحله الاولى. لعاد المرحله الثانيه يداوي روحه بالمرحله الثانيه. لعاد المرحله الثالثه يداوي بروحه من المرحله الثالثه والرابعه كذلك. خطرش ليا كاين دي فوا مريض راهو في المرحله الرابعه ويقول لك نو انا لازم لي ما نديرش عمليه لازم لي دواء والله ما يدير له حاجه. تراك شارك في المرحله الرابعه يعني كل مرحله راهي اختصاص تاعها. وحاجه المليحه هي الوقايه يعني كما يقولها الوقايه خير من الف العلاج. وكيف نوقي روحنا احنا ديما المرضى كي نهضروا لهم هكذا نقول لازم الوقايه ما تطيحش في البياج. لا اول المشكل اللي رانا صاري اللي صاري دوكا انه اي مريض ما على بالوش واش عنده راهو في المرحله الاولى ويخلي يستهزأ حتى يطيح في المرحله الثانيه الثالثه الرابعه. يعني لا ترك في المرحله الاولى داوي روحك ما تخليش تباس تمشي للمراحل الثلاثه هذوك. هذه والوقايه وشنو هي كما الاسباب العكس اسباب وشني. مثلا كيعود الانسان في التقدم في السن تاعو لازم كل كيما نقولوا الشك اني كل عام يدير راديو يشوف الركبه تاعو. هذه وحده. مثلا تحرك له السطر في الركبه تاعو يروح يزور الطبيب ويشوف واش عنده يكشف عند الطبيب. مثلا المراه خاصه لنا الارتروز اللي هو عند المراه اللي كيما نقولوا عندها السمنه الزائده لازم دير ريجيم تنقص لو بوا. لان مثلا دير في المتر و لا طاي تاعها متر و60 كاين دي فوا متر و60 وتوزن مثلا 90 كيلو اي عندها زائد 30 كيلو هذا كل بزاف. مثلا الانسان اللي يخدم الكارلاج لازم يعرف اللي عاد عنده السطر في رجله يحبس يبدل ميتي يعرف كيف اسمه يستعمل الكارلاج ماسو ثاني ما يهلكش روحه. جماعه ثاني اللي فوتبولير اللي يلعب البالو ولا اللي جوار ولا يخدم ولا تاع الكاراتي كي صار عنده الاصابه ما يديرش ما يكونش دواء من راسه برك لازم يكشف عند الطبيب ويدير له راديو يشوف الركبه تاعو. مثلا جماعه ثاني اللي صرا له زانفيكسيون كيما قلنا عنده ميكروب تخسلوا الميكروب في الركبه تاعو لازم يخليش الميكروب هذاك لازم يداويه. هذه هي خلاصه ان شاء الله. وحنا نتمنى ان شاء الله كما قلنا ان هذه الحصه هذه يعني المشاهد الكريم انه استفاد من هذا المرض. تركش له راهي واحد 80% من يجيو المرضى اللي يجيو الطبيب العظام ياكل جلهم وكل تاكل الغضروف هذه. ونتمنوا الخير ان شاء الله للمرضى والشفاء العاجل ان شاء الله. وان شاء الله في الحصه الثانيه ان شاء الله ولا الحصه القادمه ان شاء الله نديروا موضوع باش يستفادوا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.